سؤال تالي: ما حكم الصور في المنزل التي عليها صور مدن لكن فيها صور الناس في الشوارع، أو أي صور أخرى فيها أحياء من الحيوان والناس؟ وما المقصود بعدم دخول ملائكة بيت فيه صورة؟ وهل كل الصور؟ المقصود عدم دخول ملائكة الرحمة، لأن هناك ملائكة لا يفارقونك كنت على معصية أو كنت على طاعة، لأنهم يشهدون عليك ويسجلون ما تفعله إن خيرا وإن شرا. وهؤلاء الذين يأتون يوم القيامة أحدهما يسوقك والآخر يشهد عليك عند الله سبحانه وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ولك أن تتخيل أعداد الملائكة، كل واحد معه اثنين، واحد بيسوق: هذا رب الذي وكلتني به، هذا أحضرته لك. فتخيل أعداد البشر، ثم تخيل أعداد الملائكة بعد هذا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا ينبغي تعليق الصور ذوات الأرواح، الصور الظاهرة، لكن أرجو أن الصور التي لا تظهر فيها ملامح، مجرد كأنها ظلال أو كذا، أرجو أن يكون الأمر في ذلك واسعا يا ولدي. وأسأل الله لي ولك التقى والعفاف والغنى يا رب.